ناخذ شويه ماشي مشكل نقدوا الكاميرا للمشاهدين بقي له يعني المسافة الأقل لأنه غادي يلتحق بمدينة وجدة مرورا بمدينة جردة أظن. نعم السبعتاش الوطنية يعني وغادي يواصل المسير ديالو باتجاه مدن الجهة الشرقية يعني الناظور الحسيمة وما تبقى الى طنجة والمدن المجاورة ديالها باتجاه منطقة الدار البيضاء الرباط والدار البيضاء ومن ثم الخط العودة والوصول من الجديدة. في هذا الصدد ارتئينا ان نطرح بعض الأسئلة على هذا البطل الواعد حقيقة يستحق كل التقدير والاحترام والتشجيع لأن باش تقطع مسافة ديال 5300 كيلومتر عبر مدن بمسافات متباينة منطقة خلاء صعوبات عراقيل راه ماشي سهل مكان أن أي بطل أنه ياخذ هذا التحدي. في البداية كنشكر السي عياد المفتاحي. مرحبا. صراحة شاب في العمر ديالك راك باقي صغير أظن 21 سنة. نعم 21 سنة. تبارك الله عليك يعني مبادرة شجاعة. نعم. يعني كيفاش جاتكم المبادرة ديال هاد الفكرة ديال هاد المبادرة يعني واش من باب التقليد لأن كنعرفوا أن سبقوك رحالة مغاربة كثار أو الفكرة جات عفوية. بسم الله الرحمن الرحيم. من هذه الرحلة هي آخر تحدي من المغرب يعني كما قلت ماشي كما نقول الدارجة تنقل من الرحلات اللي متاركين اللي تبقاو الناس هما تيديروا في السنية ديال أنايا يعني مكاينش شي مغربي حد الساعة أنه دار رحلة طواف المغرب على الدراجة الهوائية. صافي 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 استمرارا في طرح الأسئلة على البطل المغربي الواعد السي عياد المفتاحي كما سبقت وطرحت عليك السؤال كيف جاتكم الفكرة ديال هذه المبادرة ديال طواف المغرب على متن دراجة هوائية؟ الفكرة جاتني على طواف المغرب على الدراجة الهوائية لأن آخر تحدي في المغرب يعني درت المغرب كامل
وفين كنت يعني مريح وتم تم بريباري يعني شوف شي رحله اخرى مستقبليه، لقيت بان ما كاينش شي مغربي او شي رحاله مغربي دار تور دو ماروك يعني تراسا المغرب يعني دار دوره على حاد المغرب كامله. واختارت هذه الفكره اللي تحتفل بها ب 21 عام تسافر بالتراث الملك والشعب وعين من صاحب جلاله وعين شباب مجيد ننطلق على مدينة جديدة إلى مدينة الدخلة ورجوعا إلى مدينة كولميم ومرورا إلى أسا إيتوبلي طاطا زاكورا. وحنا الآن نتواجدو بعين ابن مظهر اللي كان في الاستقبال ديالنا المدير ديال الدار الشباب ديال ابن مظهر مع التنسيق مع المندوبية ديال المندوبية وزارة الشباب والرياضة ديال الجرادة. و يعني نعاود نشكر مره اخرى الرجال الدار الملكي على تقديم الحمايه الكامله للرحاله المغربيين التحيه في كل المدن المغربيه. اليوم متواجدين بمدينه عين المطهر اقليم جرادة. نعم. كيفاش لقيتوا الاستقبال في دار الشباب؟ لقينا استقبال جميل جدا والحمد لله كيف ما سبق يعني الحمد لله المغرب معروف بالجودة يعني بالعز والكرم وبحسن الضيافة يعني أي واحد كيف ما كان النوع ديالو ترحبوا به كيف ما كان الجنسية ديالو يا أجنبية المغربي ترحبوا بالزائر. مسافة ديال 5300 كيلومتر سي عياد ماشي سهل. نعم. ماشي سهل المكان يقطعها أي واحد يعني رحالة في ظل هذه الظروف المناخية المسافات العراقيل وربما حتى المصاعب اللي ربما تلقاها من مدينة مدينة خاصة دابا كتواجد في إقليم فيكيك في المسافة الطويلة اللي خديتها هي من ما بين مدينة تندرارة وعين المطهر والتي كتجاوز 100 كيلومتر يعني ما واجهتك شي مشاكل في الطريق مثلا صعوبات لقيت يعني المسلك سالك. نعم من دين اللي كنا في البارح ديال تندرارة لعين المطهر كاين المسافة ديالها 114 كيلومتر يعني هي خلاء ما كاين يعني حتى حاجة. كانت رحلة جميلة بزاف يعني فين تلقى الترحية وفين يعاودو يعني الناس كما عاودت علينا مشيو المدير ديال دار الشباب ديال عين المدار مع تنسيق مع المندوبية ديال وزارة الشباب والرياضة ديال الجرادة يعني تتفرح يعني وخا خلاء يعني تيكون واحد يعني تتوق يعني باش تلقى مع داك الناس اللي عرفو تعرف ولي داير الاستقبال وتنشكرهم بزاف. يعني دار الشباب هنا استقبلكم مدير دار الشباب عين المدار. نعم. شخصيا. نعم شخصيا يعني والمبيت ديالكم ان شاء الله غادي يكون هنا في دار الشباب. نعم يكون هنا في دار الشباب ان شاء الله. خط الوصول غادي يكون ان شاء الله في جديده مدينه جديده. نعم. يعني اللي هو اصلا خط نقطه الانطلاقه والنقطه النهائيه النقطة النهائية يعني غادي ربما إن شاء الله غادي يكون في 6 نوفمبر بالنسبة 42 ذكرى 42 عام المسيرة الخضراء. المسيرة الخضراء جميل جدا. لكل طواف أو لكل مبادرة كيف ما كانها إلا وعندها أهداف بغيناكم شوية تعرفونا الأهداف ديال هذه المبادرة اللي خديتوها على العاتق ديالكم. نعم كيف ما تنقول ديما يعني الرحالة المغربية هي المفتاحية ليس له توجه سياسي أو ديني أو نقابي وأهدف إلى الدفاع عن تربية ثقافة وحب الوطن وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية بالمملكة المغربية الشريفة ونبذ العنف بين الشعوب المملكة المغربية وخصوصا الصحراء المغربية ودعم مرضى السرطان ومرضى السكري وكل هذه الأمراض المزمنة وتوعية الشباب على امتياز التنوع المخدر على التنوع الكحولي وتوعية الشباب حتى مستوى الدراجة الهوائية بخصوص أو جميع الرياضات يعني وتنزور مثلا خيريات مدارس دار الشباب باش نديرو التربية من النشاط باش نديرو التربية على المواطنة على السلامة الطرقية على البيئة على التدخين يعني بزاف الأهداف اللي كانوا اليوم كاينين كتار ديال العام اللي درناهم بزاف الأهداف اليوم
الوطنية خط خدمة القضية الوطنية. كما سبق وذكرت السي عياد، الخط النهائي غادي يكون في مدينة جديدة، وباقي لك يعني المسافة الأقل ضمن المسافة الكبرى اللي هي 5600 كيلومتر، يعني ما تبقى راه غادي نشوفوا مسالك وعرة، منطقة جبلية خاصة جهة منطقة الناظور والحسيمة وكذلك منطقة طنجة، يعني معروفة يعني بسلسلة جبلية معروفة بالصعوبة ديالها وطول المسافة أيضا. يعني واش مجهز لهذه المسافة الأخرى؟ لأن اللي خديته راه في خلال من بداية الصحراء المغربية نحو منطقة ورزازات إلى إقليم فيديك، أظن كلها مسلك سالك مو بسيط، ربما المسلك الأصعب غادي ما تبقى من المسافة ولو على قلتها. كيفاش غادي تواجهوا ما تبقى من هذه المسافة؟ يعني مجهزين راسنا، يا برد يا شتاء يا رياح، يعني لحد الساعة يعني المسالك الواعرة قطعتها، يعني دار كما معروفة في الشطابوكا في مطرح الأكادير اللي هي أكبر جبل، وكاين جبل آخر اللي كاين تا هو دست عليه ديال طرق أسا، أسا تا هي أسا الزاك اللي تا هي يعني مسلك سهل، يعني نهضر على يعني من تنزيلة يعني كاملة مسلك سهل بالنسبة لي أنايا، يعني مكاينش صعوبة خارج كيفما تشوفو كدا الجبال. ما كان فيش حاجة صحيحة سهلة بالنسبة لي أنا. كان تسمن الجرأة ديالك وهذه الشجاعة وهذه الوطنية اللي فيك، وكان تمنى لك مزيدا من يعني الاجتهاد، مزيدا من المثابرة، مزيدا من الجهد، وكذلك كنشكر جميع الجهات وجميع المسؤولين اللي وقفوا معك منذ انطلاقتك من مدينة جديدة على مدار المدن اللي قطعتها، واللي في رقص لحد الآن مدينة عين المطر، وراك نازل في دار الشباب. بإمكانك تعطينا كلمة أخيرة. كلمة أخيرة اللي نقولها هي تنشكر رجال الدار الملكية على تقديم الحماية لازم للرحلة المغربية يفتحي، وكنشكر وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية على تقديم كل ما يعني وزارة الداخلية مقدمة الحماية، ووزارة الشباب والرياضة مقدمة يعني المبيت والأكل ديالي للضيافة، يعني في كل مدينة يعني شكون هما في الاستقبال ديالي. كنشكر كاع الناس من بعيد أو من قريب اللي تيعاونوا الرحالة المغربية الجاية، وكنقول لكم مرحبا بكم في أي وقت، وأنا راه الإشارة أي واحد كان عنده شي تدخل أو بغات يعرف شناهوما الحوايج غادي يلقاو لي في الرياضة الدراجة أو مثلا في الرياضات الأخرى، مرحبا غادي طابي سيغ لاباج فيسبوك أو سيغ يوتيوب الرحالة المغربية الجاية، وحنا راه الإشارة في أي وقت. من جانبنا كنشكروا البطل المغربي الرحال الواعد عياد المفتاحي على قبول الدعوة وقبول هذا الحوار على البساطة ديالو. كنشكر كذلك دار الشباب في الشخص ديالها السي عزيز ودران اللي حقيقة يعني وقف بحال العوايد ديالو، لأنه معروف أنه كيكابد وجاهد في كل ما يدخل في إطار التنمية ديال هذه البلاد. كنشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد هكذا مبادرة اللي تدخل في إطار خدمة الوطن وخدمة الوحدة الترابية، وشكرا للجميع. دابا غادي نجيو معنا حسب الأسئلة، إذا كان شي سؤال مرحبا بالأسئلة نشوفهم معهم. نعطيو المول التليفون المول اللايف، نعطيو شوفو إلا كانت أسئلة. لا ما قطعش، لا مازال شوفو هنا إلا كان شي سؤال بغات يطرح علينا مرحبا. شوفو هنايا لحد الساعة كاين 4 ديال الناس اللي شوفو في هذا الفيديو المباشر،
اللي بغى يطرح لي سؤال مرحبا. ما نضرب لكم الا موعد ان شاء الله، وسنقول لكم ان شاء الله تكونوا في الموعد في مع الساعه 9 صباحا امام دار الشباب عن المدار ان شاء الله. غدا نضرب لكم موعد، والى اللقاء وتصبحون على خير.